السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب، وإن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم ضاع يومي كله وأنا أبحث عن سبب مشكلة عدم البث في الصباح. اكتشفت أن البث لم يتسجل ولم ينقل عبر يوتيوب، ويعني حاولت محاولات مضنية، وأخيراً منذ 5 دقائق عاد كل شيء إلى طبيعته، والآن أستطيع أن أبث وإن شاء الله لا تحدث معي مشكلة. سأتحدث هذه الليلة عن مهارات التعرف على الرموز المكتوبة. كما نرى هنا في شريحة العنوان، أنا وضعت صور لأشكال مختلفة من الرموز، يعني رموز أو حروف اللغة الصينية، اللغة الأردية، اللغة مثلاً الهندية، اللغة التايلاندية، الكورية، اللغة الأمهرية، هنا هذه طبعاً لغة عربية. لدينا حتى النوتة الموسيقية أيضاً فيها رموز، وكل رمز له علاقة بصوت معين، دو، ري، مي، فا، صور، لا، سي. والمتخصصين في الموسيقى يستطيعون أن يقرأوا هذه الرموز ويحولوها إلى أصوات مسموعة. لماذا أنا قلت الرموز المكتوبة ولم أقل الحروف المكتوبة؟ السبب أننا لا نقرأ فقط في كتب القراءة وكتب اللغة العربية مثل النصوص والأدب وقواعد اللغة العربية. نحن نقرأ في تخصصات مختلفة، نقرأ علوم، نقرأ رياضيات، تاريخ، جغرافيا، اقتصاد، علم نفس، إدارة، طب، هندسة وغير ذلك من التخصصات. نحن نقرأ أشكالاً مختلفة من النصوص، الشعر، التقارير، الرسائل الشخصية، الأبحاث، الاستبانات، عناوين الأخبار، جداول، خرائط، رسومات عليها شروح. نحن أيضاً نقرأ، إضافة إلى الأحرف، علامات ترقيم، رموز رياضيات وإحصاء، رموز كيمياء، رموز مقاييس وموازين زي كيلومتر، كيلوغرام، نكتبها مختصرة كاف ميم أو كاف غين ميم، لا كيلوغرام. هناك أيضا اختصارات، هناك معادلات، هناك إحصائيات. من هنا ينبغي أن يكون كل أستاذ معلما للقراءة، بغض النظر عن الصف الذي يدرسه وبغض النظر عن التخصص أو المقرر الذي يدرسه، لأن جميع المقررات فيها رموز، والرموز المكتوبة هذه ليست محصورة بالحروف التي يتعلمها التلاميذ في الصفوف الأولى، ولكن حتى طلاب الثانوي كتبهم فيها رموز، الكيمياء والفيزياء والرياضيات هذه كلها فيها رموز. سنأخذ الآن أمثلة على النصوص والرموز التي نقرأها. هنا لدي خريطة العالم، وهي ملونة بألوان مختلفة، أصفر، برتقالي، أحمر مثل أمريكا هنا، وبني. والخريطة، وهنا أسفل يوجد جدول، الجدول به دول، يعني مقسوم إلى نصفين، دول من الأعلى إلى الأسفل، وأمام كل دولة يوجد 3 أرقام. الأرقام هذه تبين عدد الإصابات، عدد الوفيات، عدد المتعافين. وفي الجزء الأيسر نفس الشيء، قائمة أخرى وعدد الإصابات والوفيات والمتعافين. عنوان الصورة هذه، ذروة إصابات كورونا تتجاوز حدود الصين. وعندي مستطيل أسود ويقول الصين عدد الإصابات 81,020 والوفيات كذا، والإصابات في العالم أكثر من 88,000،
والوفيات 3290. طبعا هذه الإحصائيات كانت بتاريخ 16 مارس الساعة 10 بتوقيت غرينتش. طبعا بما أنه هنا في عندنا ألوان، يوجد مفتاح للألوان، والمستطيلات الصغيرة هذه وكل واحدة لها لون، هذه عبارة عن رموز، وكل لون يقصد به شيء. اللون الأصفر يعني عدد الإصابات أقل من 100، البرتقالي بين 100 و1000، الأحمر بين 1000 و1 و10000، والغامق أكثر من 10000. طبعا هنا مجموع الإصابات الكلي، الخط كبير قليلا، 169000، والوفيات 6500. أسفل في آخر سطر يوجد المصدر باللغة الإنجليزية، جون هوبكنز يونيفرسيتي، وهنا يقولون فقط الدول التي لديها أكثر من 200 إصابة مدرجة في الرسم. والجرافيك نيوز اللي صمم الملصق هذا الشرق الأوسط، جريدة أنا أخذته من جريدة الشرق الأوسط. نحن أيضا نقرأ رسومات بيانية لمثلا مقدار استهلاك النفط في العالم، الدول الأعلى استهلاكا. طبعا هنا لا نجد جميع دول العالم، نجد فقط الولايات المتحدة، الاتحاد السوفيتي، اليابان، الصين، روسيا. طبعا يوجد الاتحاد السوفيتي ويوجد هنا روسيا، لكن لأنه كان هنا المحور الأفقي يبين السنوات من عام 1960 لغاية 2005، فمن 1960 لغاية 1990 تقريبا 91 كان اسمه الاتحاد السوفيتي، ثم بعد 1995 أصبح اسمه روسيا. المحور العمودي يبين كمية الاستهلاك يوميا، ويبين عدد البراميل بالمليون، يعني عندنا صفر ثم 6 مليون برميل يوميا، 12 مليون برميل يوميا، 18 مليون برميل يوميا، و 24 مليون برميل يوميا. طبعا كل دولة لها خط، وتختلف الخطوط في اللون وفي السمك، واللي متقطع واللي متصل. وإذا أردنا مثلا أن نعرف مقدار الاستهلاك، استهلاك الولايات المتحدة مثلا في عام 1975، نذهب هنا في المحور الأفقي إلى 1975، ثم نرسم خط عمودي، ثم خط أفقي إلى المحور العمودي اللي هو يبين الاستهلاك، وتقريبا حيكون الاستهلاك 15 مليون برميل يوميا، وهكذا نفعل في البقية. إذن قراءة الخطوط هذه وقراءة المحور الأفقي والمحور العمودي وما يمثل كل محور، هذه عبارة عن رموز ينبغي أن يكون الطالب قادرا على قراءتها. طبعا نحن لا نطلب هذا من طفل في ابتدائي ولا حتى متوسط، ممكن يستطيع أن يقرأ رسم بياني مثل هذا، لكن طالب الثانوي وحتى وبالأحرى طالب الجامعة ينبغي أن يكون قادرا على قراءة وفهم وتفسير شرح الرسومات البيانية مثل هذه. لدينا أيضا رموز أخرى، مثلا في الرياضيات، في الجبر، في عندنا أيضا حروف ودوال الدالة، عندنا رموز في الهندسة، عندنا رموز في التفاضل والتكامل. مثلا من اليسار هنا عند كلمة جبر وعمليات عندنا العلامة الصغيرة هذه وهذه عكسها، واحدة فيهم أكبر واحدة فيهم أصغر. إذا كان مثلا الرقم عندي 5 والفتحة باتجاه 5 ثم عند الزاوية في 3، معنى ذلك الخمسة أكبر من 3. العلامة مثلا هذه معناها لا يساوي، والعلامتين
تشبه اللي في الأول. هنا عندي يساوي، هنا عندي ناقص، عندي زائد، عندي ضرب، عندي إما ناقص أو زائد، وهذه عكسها يا زائد يا ناقص وهكذا. عندنا مثلا هذه معناها لا يوجد، وعندنا رموز أيضا للدوال، هناك أسهم، هذه العلامة خطأ، هذه صح، هذه نجمة، المثلث له يعني معنى في الرياضيات، سين صاد شين هذه الرموز التي نستخدمها في الجبر، هي قيم مجهولة طبعا. أيضا في الرياضيات يستخدمون الأقواس، أنواع مختلفة من الأقواس، قوس مثل هذا وقوس مربع وقوس مستدير، فهذه مجموعة من الرموز التي تستخدم في التفاضل والتكامل، في الجبر، في الهندسة وغير ذلك، والرياضيات بشكل عام. هنا أيضا رموز رياضية، مثلا هذه دائرة وهذا الجذر التربيعي وعلامة على، ثم السي والام يعني سنتيمتر، والثلاثة الصغيرة هذه اللي فوق معناها سنتيمتر مكعب، وعندنا الزائد، وعندنا العلامات القسمة والجمع والطرح والضرب وغير ذلك. طبعا كلها لها معاني في الرياضيات. أيضا في الخرائط هناك رموز، يعني الخريطة تكون مثلا مرسومة في نصف صفحة، من الصعب أن نكتب على كل شيء اسمه أو ما هو بالكلمات، لا يوجد مكان، لذلك هم يستخدمون أيضا رموز في الجغرافيا، يعني في رموز خط مثلا للحدود السياسية، خط للحدود غير المعينة، خط مثلا شكله شكل آخر مثلا خط نحيف ولونه أسود للطرق المعبدة، خط للسكة الحديد، خطوط طرق بحرية، العواصم أيضا والمدن. طبعا العاصمة لها رمز، والمدن إذا كانت كبيرة مثلا أكثر من مليون، أكثر من نصف مليون، يكون هناك مفتاح طبعا للرموز يبين كل رمز وإلى ما يشير. فالمدن يكون لها دوائر ومستطيلات، والدوائر كبيرة أو صغيرة أو مثلا دائرتين داخل بعض، وكل من هذه تمثل مثلا حجم المدينة. النهر له رمز، الوادي، البحيرة، الصحراء، قمة الجبل. مثلا المثلث هذا في الجغرافيا يعني قمة جبل، ولكن في الرياضيات يعني شيء آخر، لا يعني قمة جبل. إذا نفس الرمز ممكن أن يكون موجود في تخصصين أو أكثر، ولكن في كل تخصص له معنى مختلف، ليس مطلق. وهنا أيضا بقية الرموز وماذا تعني. مثلا رمز المطار، نرى الطيارة، رمز المطار هو الطائرة. مثلا في حين نكون مثلا في السيارة ونريد أن نذهب إلى المطار، نرى في لوحات الشوارع التي في وسط الشارع الكبيرة، نرى صورة الطيارة والسهم مثلا إلى اليمين، هذا يعني أنه إذا أنت أردت أن تذهب إلى المطار عليك أن مثلا تدخل في الشارع إلى اليمين، تتجه إلى اليمين. طيب الآن فهمنا لماذا قلنا تعرف الرموز المكتوبة وليس الحروف فقط، لأن الحروف نوع من الرموز، هناك أنواع أخرى. في الواقع أن مهارات التعرف على الرموز المكتوبة مهارات مهمة جدا 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 جدا. بدون أن يتعرف الطالب على الرموز المكتوبة، سواء كانت أحرف أو رموز تستخدم في الرياضيات، في الهندسة، في الجبر، في الجغرافيا، في أي شيء، في الكيمياء، بدون أن يفهمها، يستطيع قراءتها، يستطيع فهمها، يستطيع تفسيرها، لن يستطيع الطالب فهم
النص هي أساسية وضرورية، إذا لم يفهم الطالب لن يفهم النص. مهارات التعرف هذه لا تقتصر على المرحلة الابتدائية، في كل سنوات الدراسة، حتى في الدكتوراه، حتى في الماجستير، حتى في الطب، حتى في الهندسة. يعني طالب كبير في الجامعة يحتاج أن يتعرف ويقرأ ويفهم ويفسر الرموز التي يراها في كتبه. إذن هذه الرموز متدرجة من يعني في الصعوبة، تبدأ من الحروف وغيرها اللازمة لقراءة الكلمات، ثم في الصفوف المتتالية يعني بصف سادس وهكذا، بالأول يتعلم مثلا رموز الهندسة، هذه مثلا جذر التربيعي، وهذه الضرب والزائد والناقص والمدرمين. كما لاحظتم أنا في المحاضرات السابقة يعني أتحدث عن القراءة بشكل عام والمهارات الكبيرة التي تدخل تحت القراءة، ثم أدخل بشيء من التفصيل في كل واحدة. الآن أنا أدخل في تفصيل أكثر عمقا. مهارات التعرف تنقسم إلى نوعين رئيسين. النوع الأول تعرف الكلمة كوحدة، وتعرف الكلمة كوحدة تحته أربع أنواع من التعرف. في تعرف الشكل العام للكلمة، تعرف الكلمة من خلال الصورة، نطق الكلمة منفردة، ونطق الجملة. يعني نحن مثلا راكبين السيارة وماشيين في الشارع، وأمامنا في وسط الشارع اللوحات الكبيرة التي تقول هنا مثلا هذه طريق الملك فهد وطريق الملك عبد الله، وهنا مثلا جامعة الملك سعود. طبعا نحن نمر عن هذه اللوحات بسرعة، لا نهجها حرف حرف، طريق طريق، لا يوجد وقت أصلا. نحن رأيناها كثيرا، ثم أصبحنا نرى طريق الملك عبد الله أربع كلمات نراها بأقل من ثانية، نراها كلها كوحدة. ممكن عندنا كلمة واحدة، المطار مثلا، أو ماذا يوجد عندنا أيضا، الدفاع المدني مثلا، كلمتين. أحيانا وجود صورة خاصة في للمراحل الدنيا يساعد، الصورة تساعد الطالب في معرفة الكلمة، في تعرف الكلمة المكتوبة. أيضا ممكن الصورة تساعد الطالب في معرفة نطق الجملة، يعني طريق الملك عبد الله هذه خلينا نعتبرها جملة ليست كلمة واحدة. المجموعة الثانية من المهارات، وهي طبعا أصعب من تعرف الكلمة كوحدة، هي مهارات التهجئة. ومهارات التهجئة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: مهارات التحليل الصوتي، وهي هذه المهارة الأولى، ثم أصعب منها أو أكثر تعقيداً منها التحليل البنائي، يعني تحليل تركيب الكلمة من الناحية الصرفية والنحوية، ثم تعرف الكلمة في السياق. وهنا نتعرف على معنى الكلمة في السياق، يعني في الجملة أو في الفقرة التي ترد فيها، دون أن نبحث عن المعنى في مثلاً القاموس المعجم. أنتقل الآن إلى مهارات التهجئة أو التحليل الصوتي أو ربط الرمز المكتوب بنطقه. في القراءة نبدأ من الورقة اللي هي الرموز مكتوبة على الورقة إلى النطق الشفهي، فدام نسميه من الأسفل للأعلى، يعني من الورقة إلى العقل.
عندنا عدة مهارات تدخل تحت التحليل الصوتي أو ربط الرمز المكتوب بنطقه. أنا هنا ظللتها بالأصفر، سأمر عليها بسرعة، وهي ربط الرمز المكتوب بنطقه، تعرف الحروف التي تكتب ضمن حروف الكلمة ولا تنطق، نطق الأصوات التي ليس لها ضمن حروف الكلمة حرف يمثلها، ربط الصوتيم الذي له رسمان برسميه، وربط الحرفيم الذي له نطقان بنطقيه، ربط الأصوات المضاعفة في الكلمات برموزها المكتوبة، تعرف مواضع الوصل في الكلام، التمييز بين الكلمات التي تختلف في صوت واحد ورمز واحد. طيب، هذه هي مهارات التحليل الصوتي التفصيلية، وهذه المهارات موجودة وتطبق على أو تنطبق أو ممكن تطبيقها في جميع اللغات بغض النظر عن الحروف، شكل الحروف التي يستخدمونها. الفرق سواء كان الطالب يريد أن يتعلم أو نريد أن ننمي لديه القدرة على التعرف على الحروف والرموز المكتوبة في لغته الأم أو في اللغة الأجنبية التي يريد أن يتعلمها، لا فرق. الفرق يكون في التفاصيل، يعني الفرق بين اللغة الإنجليزية واللغة العربية مثلاً، إنه في اللغة العربية نربط الباء والتاء والثاء والجيم والخاء والعاء والغاء والقاء، هذه الأصوات الموجودة أو الحروف موجودة في اللغة العربية. ولكن في اللغة الإنجليزية عندنا مثلاً الجا، عندنا الفا، عندنا البا، هذه مثلاً غير موجودة في اللغة العربية، لا مشكلة. هنا نحن يهمنا ما هي الحروف التي ينبغي أن يتعلمها الطالب وأن يعرف نطق الحروف هذه. طبعاً بعض الناس تعتقد أن هذه الخرابيط لا تنطبق على اللغة العربية وأن اللغة العربية ذات خصوصية. نعم، اللغة العربية لها خصوصية، أي نعم، هي لغة القرآن الكريم، هي لغة يعني لها مكانة دينية، ولكن هي في النهاية لغة، مكوناتها مثل مكونات اللغات الأخرى، تتكون من أصوات وكلمات وجمل، ولها قواعد، وعندها نحو وعندها صرف. وكذلك حين نعلم مهارات القراءة أو التعرف على الرموز المكتوبة للطلاب في اللغة الأم وفي اللغة الثانية، نعلم الطلاب كيف يربطون حروف اللغة العربية المكتوبة بنطق كل حرف. طيب، كما تعلمون أنا ذكرت هذا سابقا، الحروف تقسم إلى نوعين، حروف تسمى صوامت اللي هي consonants بالإنجليزي، والصوامت مثل الباء والتاء والثاء والجاء والخاء والدا والذا والراء والزاء. حين نتكلم عن الأصوات، يعني الباء اسمها الباء والتاء والثاء، لكن هنا ننطق الحرف، نشير إلى الحرف بنطقه وليس باسمه. في اللغة العربية كما تعلمون كل حرف له أشكال مختلفة، أوضاع مختلفة. يعني الباء لها أربعة أوضاع، أربعة أشكال، حين تكتب في بداية الكلمة وتكون متصلة بالحرف الذي بعدها، حين تكتب في وسط الكلمة وتكون مرتبطة بالحرف الذي قبلها والحرف الذي بعدها، حين ترتبط بآخر تكون يعني في آخر الكلمة وتكون منفصل عن الحرف الذي قبلها، وأيضا شكل آخر حين تكون متصلة بالحرف الذي قبلها. لدينا أيضا الحركات اللي احنا نسميها بالعامي حروف العلة،
وعندنا في اللغة العربية 6 حركات، 3 طويلة 3 قصيرة. الثلاثة الطويلة هي الآ والأو والإي. طبعاً الألف وحتى الألف المقصورة لهما نفس النطق، يعني حين أقول قال وسلمى ليلى هدى لدينا آ في الأخير حتى لو كانت تكتب ألف مقصورة تنطق آ. نحن هنا نتحدث عن النطق، لا نتحدث فقط عن الشكل. ممكن حرفين أو أكثر لهما يعني شكل مكتوب مختلف ولكن النطق واحد. أيضا عندنا حركات قصيرة اللي هي الفتحة والضمة والكسرة، عندنا حركات مركبة أو أي أينع، في عندنا أيضا حركات أخرى وهي الشدة، السكون، المد، التنوين، علامة الألف المحذوفة، الهمزة، الصلة. ينبغي أن يعرفها الطالب ويعرف كيف تنطق كل واحدة منها. أيضا من ضمن الحروف، من ضمن مهارات التحليل الصوتي، الحروف التي تكتب ضمن حروف الكلمة ولا تنطق، وهذه موجودة في كل اللغات. يعني في اللغة العربية قليلة جدا الكلمات التي نكتب فيها حروف ولا ننطقها، لكن هذا لا يمنع أن لدينا بعض الأمثلة. ولكن مثلا في اللغات الأخرى، مثلا في اللغة الروسية يوجد مثلا حرف مثل البي، بي صغيرة، بيكتبوها في بعض يعني المواضع في داخل الكلمة أو في آخر الكلمة، مثلا زي كلمة كازان بعد الان بيكتبوا البي الصغيرة هذه وهي لا تنطق. مثلا في اللغة الإيطالية بيكتبوا سينيورا أو سينيور، ما في واي ما في اي، سينيورا فيها جي وان، ولما تكون الجي وراها ان تنطق يو، سينيورا. في اللغة الفرنسية مثلا الحرف الار والاس والتي والاكس إذا جاءت في آخر الكلمة لا تنطق، يعني يقولون مونجي هذه يأكل، وكومو هذه آخرها تي كيف، ومينتونو هذه الآن. أيضا التي لا تنطق، بيرو الأكس لا تنطق، مثلا ألي حتى بمعنى يذهبوا أو يذهبوا أليفو للمخاطب هذه، لكن جمع. الزي ما تنطق، الأس برضو جارسون يعني أولاد، الأس فيها أس لكن ما تنطق. إذن الأحرف هذه التي تكتب ولا تنطق هي موجودة في جميع اللغات وليس فقط في اللغة العربية. على اللغة الإنجليزية مليانة مليانة، يعني بنكتب الكلمة شكل ننطقها شكل ثاني. في اللغة العربية عندنا أمثلة مثل 100 200 ما ننطق الألف، لكن نحن لا نكتب 100 ميم وهمزة على نبرة وبعدين التاء و200 بنفس الطريقة. ذهبوا يذهبوا ألف واو الجماعة مثلا لا تنطق، أولئك أولو أولاة الأحمال الواو لا تنطق خفيفة كأنها طبعا لأنه كل واحدة من الكلمات هذه تبدأ بهمزة والهمزة عليها ضمة، فكأنه الواو غير موجودة. مثلا من الكوارث اللي في عصرنا الحاضر إنه كلمة عمر، الناس لا يعرفون إنه كلمة عمر الواو في عمر صامتة لا تنطق. نجد كثير من الناس الآن يقولون عمرو، وفي الواقع أن هناك سبب لماذا وضعوا واو في كلمة عمر
لأنه في كلمة ثانية عمر، اسم آخر عمر. أنا أذكر حينما كنت في لا أدري أي صف، يمكن الصف الثاني، كان لدينا في درس في كتاب القراءة درس اسمه عمر وعمر، اثنين أولاد أخوان، واحد اسمه عمر واحد اسمه عمر، وكان في بينهما حوار، وعمر يقول يعني لماذا أنا في آخر اسمي واو. وطبعا أنا لا أذكر تفاصيل الحوار، لكن أذكر إنه كان هناك درس. فلو إذا يعني إذا ما نكتب الواو في كلمة عمر، كيف سنميز إنه هذا الولد اسمه عمر وهذا الولد اسمه عمر؟ كيف سنميز بين عمر وعمر؟ لذلك وضعنا في اللغة العربية واو صامتة. أيضا عندنا أفعال أمر، مثل في بوعدك، عي درسك، في من وفى يفي، وعي من وعى يعي. أيضا تجلس علامة، تذهب إلامة، يعني تجلس علامة يعني على أي شيء تجلس، وتذهب إلامة إلى أين يعني تذهب. أيضا اللام الشمسية مثل الثعلب، الألف اللام ما تنطق. كتابا فتى عصا، أيضا الألف والألف المكسورة حين يكون عندنا تنوين فتح ما تنطق. اكتب اكتبوا، اختصم اعتصم اعتصام، استعلم استبشر، اثنان امرأة اسم. فالألف حين تكتب في بداية الأفعال أو مثلا المصدر أو مثلا فعل سداسي فعل خماسي، يعني نطلق عليها همزة وصل، ما نقول اختصم، ممكن هذا بالعامي اعتصم، هي اعتصم اختصم اعتصام، استبشر استعلم، اثنان امرأة اسم. طيب أيضا من مهارات التحليل الصوتي نطق الأصوات التي ليس لها ضمن حروف الكلمة حرف يمثلها، مثلا مثل يعني هنا العكس، ننطق صوت لكن ليس له رمز مكتوب. بسم الله، بسم الله هي فيها الألف الصغيرة هذه لكن نحن لا نكتب ألف. للولد، للولد عبارة عن حرف اللام والولد، فنحذف الألف وتصبح للولد مو للولد، ولا كالولد، كالولد. حين نكتب الكاف مع الولد بنشبك الكاف مع الكلمة، نفس الشيء للولد، ولكن في للولد نحذف الألف، في كالولد لا نحذف الألف. مثلا عمر بن الخطاب، كلمة ابن حين تأتي بين علمين نحذف الألف. كلمات مثل الله إله الإله السماوات طه أولئك لكن الرحمن الرحيم، هذه فيها ألف صغيرة ولا تكتب ألف طويلة. نفس الشيء في هذا، هذان، هذه، هؤلاء، بننطق ألف طويلة لكن لا يوجد، لا نكتب ألف. الآن طبعا في عصر وسائل التواصل الاجتماعي جميع الناس، معظم الناس إلا من رحم ربي، يكتبون هذا بالألف، وحتى هم لا يعرفون هؤلاء و غيرها. ها أنا، ها أنت، ها أنتم. أيضا هنا عندنا كلمتين لكن هما متصلتين ببعض، وبالتالي نحن نقول ها أنا لكن لا يوجد ألف، ها أنت لا يوجد ألف، ها أنتم لا يوجد. يا أيها الإنسان، يا ابنة، يا أيتها، أيضا يا وأيتها لكن لا نكتب
بنشبك الكلمتين معا، لكن ما نكتب الألف في يا أيها الإنسان ويا ابن ويا أيتها النفس المطمئنة. كتابا مثلا هذه ذكرتها، الذي التي الذين، كل لام منها ننطق لامتين مشددة، فما نكتب لامتين، نكتب لام واحدة. يتعاون نكتب نون واحدة. أعني نكتب نون واحدة، ننطق اثنين مشددة، لكن آمنا ننطقها مشددة اثنين، لكن نكتبها واحدة. آمنا هي في الأصل آمنا، ونا اللي هي ضمير متصل للمتكلم. أعني أعن أني، ني هذه ضمير متصل، النون للوقاية والياء هي الضمير المتصل للمتكلم. طيب، ربط الصوتين الذي له رسمان برسمين. كلمة صوتين هذه أنا اخترعتها مقابل فونيم. أنا عربت الجزء الأول واستعرت اللاحقة إيم وأضفتها إلى صوتين. فون معناها صوت، وإيم معناها وحدة صوتية، فصوتين تعني الوحدة الصوتية، تكون واحدة فقط. هناك عندنا أصوات لها رسمين مثل التاء المفتوحة والتاء المربوطة، السيارة وأكلت، ما في مشكلة، يعني الاثنين نفس النطق، لكن التهجئة الإملاء مختلف. التاء المفتوحة تكتب مفتوحة، والسيارة مثلا التاء منفصلة، في المشاركة التاء المربوطة متصلة بما قبلها. عندنا مثلا كلمة وجيه، يعني شكل وجيه، الها في وجيه تشبه المشاركة، لكن وجيه بدون نقط والمشاركة بنقط. وجيه تنطق ها، وهي اسم مثلا سبب وجيه، وممكن تكون اسم علم. التنوين، محمدا محمد محمد، جزءا جزء جزء. في محمدا نكتب ألف إذا كان تنوين فتح، لكن لا نكتب واو ولا نكتب يا إذا كان تنوين رفع أو تنوين جر كسر. جزءا جزء جزء، في ألف في جزء، ما في يا في جزء، ما في واو في جزء. ممكن مثلا التنوين إذن وإذن بالألف، وأذن إذن تكتب بالنون، هنا نون. وإذن ما دام مثلا أنت مثلا لم تدرس، إذن أنت مثلا لم تحصل على درجات جيدة. وفي أذن أيضا اللي هو بتنوين، وأذن بألف مقصورة. هنا أنا سبق أن ذكرتها، التاء المفتوحة والتاء المربوطة. عندنا مثلا أيضا كلمات، كلمة تكتب بالألف الألف المد، وكلمة تكتب بالألف المقصورة، على وعلى. على مثلا هذه على يعلو فعل، لكن على حرف جر، ودعا ودعا. مثلا وحدة دعا إلى الحفلة ودعا دعا الله. واو الجماعة مثلا يدعو عندنا وذهبوا. يدعو لما يكون شخص مثلا نقول هو جالس يدعو، وذهبوا هذه لمجموعة، ففي ذهبوا بنكتب ألف واو الجماعة بعدها لأنها جمع. معلمو المدرسة أيضا معلمو، هي أصلها معلمون وحذفت النون للإضافة، فمعلمو جمع وهي اسم، ويدعو فعل وهو مفرد، وذهبوا فعل ولكنه جمع، ونكتب بعد الواو ألف واو الجماعة.
يقرأان، ممكن نكتبها بطريقتين، يقرأ على همزة وبعدها لأنها مثنى نضيف ألف أخرى ثم النون، أو ندمج الهمزة والألف معا ونكتب ألف المد. شؤون بنفس الطريقة ممكن نكتبها بهمزة على الواو بعدها واو، أو همزة على نبرة. وربط الحرف الذي له نطقان بنطقيه. أحياناً مثلاً مثل الإنجليزي عندنا السي لها نطقين، مثلاً كات في كات تنطق كا، في سيري تنطق سا. ربط الحرف الحرفين الذي له نطقان بنطقيه، أيضاً كلمة حرفين أنا اخترعتها، وتقابل جرافيم، والجرافيم هي الوحدة المكتوبة التي لها صوت واحد منطوق. أنا أخذت كلمة الجزئية جراف وعربتها، وضعت المقابل اللي هو حرف، واستعرت اللاحقة وأضفتها لكلمة حرفين، حرف وصارت حرفين. يصير نعمل كذا في التعريب. طيب التاء المربوطة نفسها نقول السيارة، التاء المربوطة اللي فيها نقط تنطق تاء في الوصل، يعني السيارة سوداء، وتنطق هاء في الوقف حين أقول مثلا جاءت السيارة بعدها نقطة انتهى الكلام، فالسيارة، لكن هي تكتب تاء مربوطة. فالتاء المربوطة هنا لها نطقين، تنطق تاء وتنطق هاء. ألف واو الجماعة هنا الواو مع الألف أيضا لها نطقين، في سعوا وفي قاموا. وفي القواعد درسنا من زمان في توجيهي متى نقول مضوا وليس مضوا، وسعوا وليس سعوا. مضوا مضى يمضي، يعني نأخذ الفعل نحوله لمضارع مضى يمضي، لكن سعى يسعى. لذلك إذا كان المضارع ألف مقصورة سعى يسعى نقول سعوا، وإذا كان يا يقلب إلى يا مضى يمضي نقول مضوا. ياء المد والألف المقصورة على وعلي هنا يشبهوا بعض لكن الفرق في النقط، في همزة قطع وهمزة وصل. مثلا في الفعل المضارع، في الفعل الأمر انظر همزة قطع، لكن نفس الألف هذه في استمع، استمع تنطق همزة وصل، ما فيش استمع. اللام الشمسية واللام القمرية هم نفسهم، نفس الألف واللام، لكن في الولد الولد ننطقها، ننطق اللام، لكن الثعلب، الصباح، السماء اللام ما تنطق. يد وليد وأيمن، ولد ويولد ومولد، لا أذكر أنا لماذا كتبت هذه. حرف الياء، حرف الياء في يد ينطق يا، في وليد ينطق إي ممدودة، في أيمن ينطق يا. نفس الشيء ولد، في ولد ينطق و، في يولد ينطق أو، في مولد ينطق أو. إذن هو نفس الحرف لكن له ثلاثة أشكال من النطق.
الكلام هذا مهم حين نتعلم اللغات الأجنبية. يعني ممكن أنا تكون لغتي الأم هي اللغة الإنجليزية، واللغة الإنجليزية مثلاً فيها جي، وأنا أريد أن أتعلم الإسبانية أو الألمانية أو الإيطالية، ليس بالضرورة لأن هذه اللغات الثلاثة فيها حرف الزي أن يكون نطق حرف الزي في الألمانية والإسبانية والإيطالية مثل الإنجليزي. الزي في اللغة الألمانية تنطق تشا، يعني مثلاً زي كلمة نازي بالألماني ناتسي. في اللغة الإسبانية الزي تنطق ثا، زي مثلا في مدينة اسمها ثاراغوسا. في اللغة الإيطالية أيضا مثل بيتزا، عندنا اثنين زي ينطقوا تسا، بيتزا أو بياتسا. إذا جينا مثلا للغة الروسية والإنجليزية نجد نفس الحرف، مثلا ريما في اللغة الإنجليزية تكتب بآر، الآر في اللغة الروسية ليست نفس الآر نفس الشكل مثل اللغة الإنجليزية. الآر في اللغة الروسية بي، تكتب بي. الإن مثلا، الإن في اللغة الإنجليزية تكتب شكل، الإن في اللغة الروسية تكتب مثل الإتش، وهذه بتعمل لخبطة عند الطلاب لأنه الحرف مثلا ينطق بالإنجليزي شكل وبالروسي شكل ثاني وهكذا. طيب الآن من مهارات التحليل الصوتي ربط الأصوات المضاعفة في الكلمات برموزها المكتوبة، مثلا مد وعمد، المضاعفة يعني فيها تشديد. الصيف، الضبع، كلمة حرف الصاء وحرف الضاء حين تكون الكلمة مسبوقة بألف تعريف لا ننطق اللام ولكن نضاعف الحرف اللي بعدها، الصيف اللي هو الحرف الشمسي، والضبع. الليل، الليمون، لأنه اللام مثل حرف اللام بألف تعريف والليمون نفس الشيء، ليل ولبن، لليل للبن أيضا مشددة. طعمنا، حين تتصل الكلمة يتصل الفعل مثلا بنون النسوة أو نون الوقاية، طعمنا، إنا، عني، هنا نشدد النون. تعرف مواضع الفصل في الكلام، مثلا جاءت، إذا قلتها منفردة أقول جاءت، ونحن نقول في القواعد التاء التأنيث الساكنة، ولكن إذا جاء بعدها كلمة خصوصا فيها التعريف تبدأ بأل التعريف نقول جاءت البنات. والوصل هذا موجود، يعني موجود مثلا في اللغة الفرنسية للناس الذين يعرفون لغة فرنسية، طبعا لا مجال لذكر أمثلة هنا. فجاءت البنات، لا نقول جاءت البنات لأنه هذا ليس طبيعي أن أقف بين كل كلمة، المفروض أن أنطق الكلمات في الجملة كلها معا بدون توقف بينها. جاء الولد وكتب الدرس، يعني ما في وقف بينهم، كالولد، بالولد، والولد، فالولد. الكلمات اللي فيها التعريف إذا ارتبطت بحروف الجر المتصلة، أي حروف متصلة مثل الكاء، الباء، الواو، الفاء، يعني بنشبكها مع الكلمة لا نكتبها منفصلة لوحدها. الآن يعني بيعتقدوا إنها موضة وإنه القارئ يعني عنده تخلف عقلي، بعض الناس تكتب الكاء
وبعدين الكلمة اللي فيها قل التعريف أو بتروح كاتبة لا هذه فالولد هذه مصيبة، هذه الوحدة مصيبة. في الشرقية مثلا تكتبها فا والفا متصلة مع الشرقية، مع أنه في فرق بين في وفالولد، فالولد بالفتح يعني حضرت البنت، فالولد يعني وبعدها الولد، لكن في حرف جر. التمييز بين الكلمات التي تختلف في صوت واحد ورمز واحد، يعني أحيانا عندنا كلمتين يشبهوا بعض في النطق لكن يكتبوا بطريقتين مختلفتين وفي فرق في حرف واحد ورمز واحد وصوت، لكن الصوت متشابه زي نالة ونالة، نالة ينالو وناله، إذا جاءت في بعدها جاء في وقف أقول نالة، هالة هالة، هالة من الهول فعل وهالة اسم بنت، عادة عادة عادي، أذان وآذان، سنة وسنة أيضا متقاربتين، سنة اللي هو العام وسنة برقه، دعي دعي ودعي، ودعائي ودعائي، يدنو يدنو، واحدة بالضم والثانية بالواو. الآن أنتقل إلى مهارات التحليل البنائي وهي أكثر صعوبة وأكثر تحليلاً تعقيداً من مهارات التحليل الصوتي. طبعاً حين ندرس مهارات التحليل الصوتي نحن فقط نعلم الطلاب كيف يقرأوا دون ذكر أي مسميات، دون ذكر المصطلحات، المصطلحات هذه للمتخصصين، المدرسة هي تعرفها حتى تساعدها في تصنيف مثلا الكلمات، أنا سأدرس كذا وأدرس كذا وأدرس كذا، يعني تضع الكلمات في مجموعات تسهل عليها عملية التدريس، لكن لا نعلمها للطلاب، لا نذكرها للطلاب. طفل في صف ثالث في صف سادس والله هو يعني لن يفهم ماذا تعني، سيتعقد من اللغة العربية إذا إحنا طالبنا أنه يحفظ القواعد هذه، القواعد هذه للكبار للمتخصصين. عندنا في التحليل البنائي حتى لو الطالب ما يعرف المسميات ينبغي أن يعرف أنه كلمة قلم ليست مثل قلمي وليست مثل قلمك وليس مثل قلمنا ولا قلمك، ينبغي أن يعرف أنه قلم وقلمي، قلمي فيها قلم وفيها الياء هذه الزايدة، وقلمك نفس الشيء فيها قلم وفيها الكاء هذه إضافية، لكن ليس من الضروري أنه هو في صف ثاني ابتدائي يعرف الكاء هذه أنه هذه حرف، أنه هذه سوري هذه ضمير متصل، ليس من الضروري أن يعرف اسمها. أنا هنا هدفي أن يتعلم الطفل كيف يحلل مكونات الكلمة حتى بعد ذلك إذا درس النحو والصرف وهو تعلم كيف يحلل يفهم. يعني في عندنا حروف توصل بالكلمة زي باء الجر، اللام الجارة، السين تاء القسم، لا لام الاستغاثة، عندنا فاء العطف، كاف التشبيه، اللام الواقعة في جواب القسم، فاء الجزاء. أنا متأكدة من يدرسون اللغة العربية لا يعرفون هذه كلها، الفاء السببية، الفاء الزائدة المقترنة بإذا الفجائية، يعني أي حرف باء، يعني حرف الباء، اللام، السين، التاء، الفاء، الكاف، الواو، هذه في حروف بنشبكها مع الكلمة. عندنا عدة أنواع من الواو، واو العطف، المعية، القسم، الحالية، الاستئنافية، واو ربا، واو الفصل، واو الزائدة، واو ضمير جمع الذكور، هذه أيضا تكون متصلة بالكلمة. النون أيضا عندنا عدة أنواع من النون، نون النسوة والتوكيد الخفيفة والثقيلة والوقاية
والنون التي تلحق الأفعال الخمسة يذهبون يأكلون يشربون، هذه أيضا تكتب مشبوكة بالكلمة وليس منفصلة مع الكلمة. يعني حين يرى الطفل كلمة يشربون ينبغي أن يكون قادر على تقطيع الكلمة ويقول والله الكلمة الأصلية هي شربة وفي يا زائدة مثلا قبلها وفي واو ونون، إحنا أضفنا هذه الأشياء، ويشربون تعني مجموعة يشربون. حتى هو حتى لو لم يكن يعرف أن هذه من الأفعال الخمسة وهذه من مين، هو يفهم ويستطيع أن يخبرني أن هذه الكلمة لمجموعة. أيضا تاء التأنيث، الضمائر، همزة الاستفهام، همزة النداء، همزة الهمزات، للتعريف، علامات المثنى، الجمع المذكر السالم، مؤنث السالم. في عندنا كلمات ممكن نشبكها بإذا تدل على الظرف، وقت إذن، حين إذن، يوم إذن، وتكتب على نبرة. وأيضا العدد المركب يعني 300 و900 و600 نشبكهم سوا وتصير كأنها كلمة واحدة، هي كلمة مركبة. و300 نقول 300 900 تكتب معا، توصل الكلمات معا. لكن الطفل ينبغي أن يعرف أنه هنا عندي أنا 900. الآن أنتقل إلى أيضا من المهارات المتقدمة في مهارات التهجئة ومهارات تعرف الرموز المكتوبة، لأنه نحن نتعرف على شكل الكلمة، وأيضا من ضمن التعرف المعنى. أنا الآن مثلا أنا أستطيع أن أقرأ اللغة الروسية، ولكن هذا لا يعني لأني أنا أعرف حروف اللغة الروسية خلاص أنا صرت أعرف روسي. لا، أنا أقرأ، ممكن أقرأ كلمة روسية لكن لا أفهم معناها، أفهم فقط معاني الكلمات التي تشبه اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية أو اللاتينية، لأني أنا أعرف إنجليزي وأعرف فرنسي وأعرف طبعاً الجذور اللاتينية. لكن إذا كانت كلمة روسية قح أستطيع أن أقرأها، ولكن هذا لا يعني ولا يكفي لفهم معنى الكلمة. إذن الهدف هو أنه في البداية أنا أتعرف على الكلمة وأنطق الكلمة المكتوبة، وبعد ذلك ينبغي أن أعرف معناها. يعني عندي كاف وتاء وباء، لازم أعرف هل هذه كتبة، هل هذه كتب، هل هذه كتبة، هل هذه كتبة، وش هي أي واحدة من دول. لأنه الرسم الواحد ممكن أن يكون له عدة، ننطق بعدة طرق، وكل طريقة كل نطق له معنى. طيب إذا نحن قرأنا كلمة، يعني كنا نقرأ نص وبه كلمات صعبة، كيف للطفل للطالب أن يستنبط معاني الكلمات هذه من النص من السياق؟ داخل تحليل السياق، السياق معناه الكلمة التي يعني الجملة التي ترد فيها الكلمة، أو مثلا الفقرة التي ترد فيها الكلمة، يعني ما يسبق الكلمة من كلام وما يسبق الكلمة وما يليها من كلام. عندنا نوعين من تحليل السياق، عندنا التحليل الدلالي معنى المعنى، علم الدلالة يعني المعنى، علم المعاني، وعندنا التحليل النحوي، نحلل الكلمة من الناحية الصرفية من الناحية النحوية. ممكن أن يستنبط الطالب معاني الكلمات الصعبة التي يصادفها وهو يقرأ نصا من خلال الموضوع، موضوع النص. ممكن هو يستنتج يعني من ما يسبقها من كلام ما يليها من كلام يفهم هو المعنى. أحيانا يتكرر استخدام الكلمة، ف
في الجمل، فممكن من الجمل المختلفة هو يعرف يفهم المعنى. هناك ممكن الطالب يربط الكلمة الصعبة بأشياء هو يعرفها، تعبيرات شائعة، تشبيهات، استعارات، كنايات، أمثال، حكم، فتساعد هذه في معرفة المعنى. ممكن داخل النص، داخل السياق، في جملة سابقة أو لاحقة، في كلمة مرادفة، في كلمة مضادة، من خلال أدوات العطف، أدوات النفي. أحياناً يكون هناك شرح، يكون في تعريف للكلمة. أحياناً يكون هناك أمثلة، يستطيع الطالب أن يفهم معنى الكلمة من الأمثلة. التحليل النحوي يعني مثلاً هل الكلمة وردت في جملة اسمية، جملة فعلية، جملة خبرية، إنشائية، طلبية، تعجبية، استفهامية. مثلاً علامات الترقيم، هل عندنا قوسين، هل عندنا شرطة، عندنا فاصلة، عندنا نقطة. يعني أيضاً إذا استطاع الطالب أن مثلاً على بالألف وعلى بالألف المقصورة، إذا استطاع أن يعرف أنه كلمة على بالألف هذه فعل على يعلو، وعلى الطاولة مثلاً وأنه هذه حرف جر، على يعلو كونه يفكر فيها وما هو الفعل المضارع مثلاً، أو مثلاً ما هو المصدر، ممكن أن يساعده ذلك في فهم معنى الكلمة. أيضاً إذا حلل الكلمة ووجد إنها مؤنث أو مذكر، هي مفرد، هي جمع، هي معرفة، هي نكرة، في مثلاً الفعل هذا ماضي، هذا مضارع، مثلاً هذه جاية مفعول به، جاية فاعل، هي أون، هي إين. أيضاً حروف العطف، الطلب والنداء والقسم، في بعض الحروف تجعلنا نفهم معنى الكلمة. المحاضرة القادمة، لا ليست القادمة، بعد القادمة إن شاء الله سأتحدث عن مهارات تحليل السياق بالتفصيل، أنواع السياق اللي هو النحوي والدلالي، ثم ندخل في التفاصيل وأعطي أمثلة وكيف نحلل السياق، وأنا أعلم تحليل السياق في حين أدرس قراءة باللغة الإنجليزية. لكن أنا كما ذكرت، اللغة عبارة عن أداة، وأي شيء أفعله باللغة الإنجليزية أستطيع أن أطبقه باللغة العربية. يعني مهارات التحليل النحوي والتحليل الدلالي ممكن أنا أطبقها على نصوص اللغة العربية تماما كما تطبق على نصوص اللغة الإنجليزية. طبعاً حيكون في بعض الاختلافات، مثلاً زي أنواع الجمل، أو مثلاً تركيب الكلمة، أو بسبب طبعاً لأن اللغة العربية لغة اشتقاقية، اللغة الإنجليزية لا، هي لغة تركيبية، وبالتالي تحليل الكلمة سيختلف. باللغة العربية أطلب من الطالب مثلاً يعطيني الجذر، الفعل، من إذا كانت الكلمة مصدر، مثلاً زي كلمة عولمة، يعني أسأل الطالب مثلاً هل مثلاً يخطر ببالك كلمات لها علاقة بكلمة عولمة، ممكن يقول عالم أو علمة أو عالم، أو مثلاً يعني يربطها بمثل هذه الكلمات، وبعد ذلك بالمناقشة يفهم إنه كلمة عولمة مشتقة من عالم، عالم، عولمة يعولم، ثم عولمة هذه مصدر صناعي. طيب، بهذا آتي إلى نهاية هذه المحاضرة. ألقاكم في المحاضرة التالية إن شاء الله، وستكون عن أو سيكون عنوانها كيف نعد اختباراً لقياس قدرة الطالب على التعرف على الرموز المكتوبة، وسيكون تركيز الاختبار
على الصفوف الثلاثة الأولى، أول ثاني ثالث ابتدائي، وهذا يعني أول ثاني وثالث ابتدائي ليس مطلوب منهم فهم المقروء، مطلوب التركيز هنا يكون على التعرف على الرموز المكتوبة التي ذكرناها في هذه المحاضرة. شكراً لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.